السلام عليكم ورحمة الله. أنا الدكتور حسن بالقاسم غصان، أدرسكم إن شاء الله في هذا الفصل مادة مبادئ الاقتصاد الجزئي. هذه محاضرة تمهيدية، يعني سنقدم يعني مادة مقرر، ماذا سيدرس، الفصول، عدد الفصول، ثم نتطرق إلى عدة نقاط في هذه المحاضرة التمهيدية. طبعا النقطة الأولى هي وصف عام للمقرر. سيكون يعني الموضوع الأول حول المفاهيم الأساسية للاقتصاد الجزئي. سنتكلم عن الندرة في الاقتصاد، نتكلم عن الثروة، نتكلم عن الأسعار، نتكلم عن مسألة التوزيع إلى غير ذلك. ثم ننتقل إلى ما يسمى بالمسألة أو المشكلة الاقتصادية، وأن هذا جوهر أساسي في دراسة الاقتصاد الجزئي. يعني نحدد المشكلة الاقتصادية بكل أنواعها، ثم نطرح يعني حلول أو طريقة علاج هذه المشاكل الاقتصادية بشكل عام. طبعا سنتطرق فيما بعد لمفهومين أساسيين، هو العرض والطلب في السوق. في إطار هذه الأساسيات سنتعمق إلى حد ما، ونتناول ما يسمى بالمرونة. يعني عندما تتغير الأسعار، تغير الأسعار يؤثر على الطلب، والتغير التكاليف طبعا يؤثر على العرض إلى غير ذلك. سنرى كيف تحدث هذه التفاعلات بين العرض والطلب. من جهة أخرى سنتناول أهمية تدخل الحكومة في الاقتصاد، سواء في السوق، سوق السلع والخدمات، أو في سوق العمل بشكل خاص. ثم نتعمق أكثر وندرس ما يسمى نظرية سلوك المستهلك، حيث ننظر إلى تأثيرات مثل مثلا أثر الدخل وأثر الاستبدال كأمثلة، وننظر يعني إلى أهمية هذه الآثار على سلوك المستهلكين أو سلوك الأسر وسلوك الأفراد. ثم بعدما ندرس نظرية السلوك المستهلك كفرد أو كأسرة، ننتقل إلى تصرف المؤسسات الإنتاجية، وبالتالي سنتطرق إلى ما يسمى نظرية الإنتاج، ثم بعدها مباشرة نظرية التكاليف. طبعا الإنتاج والتكاليف هما وجهان لعملة واحدة. عندما ندرس التكاليف نحتاج إلى دراسة الإنتاج، وعندما ندرس الإنتاج نحتاج إلى دراسة التكاليف، كما سنرى عندما نتناول هذا الفصل. كذلك سندقق في عناصر الإنتاج، ما هي هذه العناصر، كيف تساهم في العملية الإنتاجية. ثم ننظر أيضا في أصناف أو أشكال أو نماذج الأسواق الممكنة في الاقتصاد. مثلا يمكن أن نتكلم عن سوق المنافسة، وهذا النموذج يعني مفضل بالنسبة لعلماء الاقتصاد لما فيه من سمات ومن خصائص تجعله يعني يؤدي إلى إفراز أسعار مناسبة بالنسبة للمجتمع، وأرباح مناسبة بالنسبة للمؤسسات الإنتاجية. طبعا الواقع الاقتصادي ليس كله يعني تنافسي بشكل تام، لكن يتفاوت بين الاحتكار والمنافسة. سندرس بعض أنماط هذه الأسواق انطلاقا من المنافسة التامة الاحتكارية، ثم الأسواق ذات الاحتكار القلة، ثم ندرس يعني الاحتكار كنموذج للسوق. كذلك سنتطرق لمسألة مهمة جدا، وهي كيف نسعر الأسعار عناصر الإنتاج. نحن معنا مثلا الرأسمال، معنا مثلا عنصر العمل إلى غير ذلك من العناصر التي سنذكرها يعني فيما بعد. عنصر العمل مثلا كيف يتحدد سعر هذا العنصر حتى يعني يحافظ على إنتاجيته، وهناك يعني ارتباط بين مستوى الأجر، أجر العامل، ومستوى إنتاجيته، والعكس أيضا صحيح. طبعا من أهداف هذا المقرر، وهو مهم جدا لكل طلبة يعني الدراسات يعني الاقتصادية أو الدراسات الإدارية، وحتى للمهندسين وحتى للشعب الأخرى، يعني محاضرات مهمة جدا يستعملها المدير ويستعملها المهندس ويستعملها الموظف ويستعملها الباحث، فهي مبادئ يعني أساسية جدا. لذلك من أهداف هذا المقرر هو تمكين الطالب من الحصول على ملكة للمفاهيم الاقتصادية، أن يوظف هذه المفاهيم،
أن يوظف هذه المصطلحات بشكل يعني مرن، قصد يعني بلوغ أهداف معينة عند التحليل أو عند الممارسة الفعلية للإدارة أو للاقتصاد. طبعا نريد أن ننمي أيضا قدرات الطالب في تحليل السلوك الاقتصادي المستجد، سواء على مستوى الأسر أو على مستوى سياسة الحكومة أو على مستوى القطاعات الاقتصادية. كذلك هناك أهمية كبيرة جدا بالنسبة للتحليل الاقتصادي في استيعاب ما يحدث في الاقتصاد الفعلي في الأسواق بشتى أصنافها، فيما يحدث باتخاذ القرارات لمواجهة بعض المصاعب وبعض المشاكل الاقتصادية، في النظر إلى ردود فعل الحكومة، مدى جدية الحكومة في اتخاذ بعض القرارات لحل بعض المشاكل، أو أن الحكومة تثق في التفاعل الذاتي في السوق. كل هذه الجوانب التي يعني تحتاج إلى نوع من التفصيل ثم تكون واضحة إن شاء الله فيما بعد. طبعا هناك مقرر وهناك يعني مرجع يناسب هذا المقرر. القسم الاقتصاد حدد مقرر ومرجع معين، وهو مرجع الدكتور فريد بشير طاهر، كتاب يسمى الاقتصاد الجزئي. هذا الكتاب متوفر يعني في كل المكتبات المحلية، ومتوفر أيضا في مكتبة جرير في شتى فروع يعني المملكة. طبعا هذا مرجع أساسي، عندما نسميه مرجع فهي المادة الأولى التي يعتمد عليها الطالب ويعتمد عليها أيضا الأستاذ، لكن هذا لا يلغي الاعتماد على كتب أخرى أو مصادر أخرى للمعرفة لفهم الاقتصاد. فهناك يعني ملايين من الكتب، لكن تنطلقون من الكتاب المرجع ثم تقرؤون يعني كتب أخرى تكميلي بشكل تكميلي وهكذا. طبعا محتويات المقرر محددة، معنا إن شاء الله 12 فصل. الفصل الأول والثاني إلى 12. طبعا الفصل الأول هام جدا، سنتكلم عن المفاهيم الأساسية في الاقتصاد، ونتكلم عن طريقة التحليل في علم الاقتصاد، ونتكلم عن العلاقة بين العلوم، بين علم الاقتصاد والعلوم الاجتماعية أو العلوم السياسية أو علوم الإحصاء والرياضيات في حدود يعني معينة. ثم يكون الفصل الثاني حول المسألة الاقتصادية. ما هي المسألة الاقتصادية؟ فلنقول هناك حاجيات في المجتمع وهناك موارد، كيف يتم تلبية هذه الحاجيات انطلاقا من توظيف هذه الموارد بشكل عقلاني. وطبعا الحاجيات قد تكون يعني كبيرة وقد تكون يعني متواضعة حسب يعني مستوى التطور الاقتصادي وحسب مستوى الثقافي وعوامل أخرى، لأنها تؤثر على تحديد هذه الحاجيات. وطبعا الموارد تؤثر على الاستجابة لهذه الحاجيات. سنتناول في الفصل الثالث ما يسمى بالمنفعة، وهذا له علاقة كما ذكرنا يعني في البداية أهمية دراسة سلوك الأفراد، السلوك الاستهلاكي بالخصوص وسلوك الأسر، ونحتاج إلى تحديد مصطلح المنفعة، وهذا يعني أبرع فيه علماء الاقتصاد كما سنرى إن شاء الله في الفصل الثالث. ثم نتناول التفاعل بين العرض والطلب في سوق السلع. نأخذ سلعة واحدة مثلا سلعة الماء، ثم ندرس يعني أو سلعة أخرى غير الماء، سلعة معينة، وندرس تفاعل العرض والطلب، كيف يتحدد الطلب وكيف يتحدد العرض، ثم كيف يفرز يعني أسعار، تفرز أسعار التوازن في السوق عبر تدفقات الطلب تدفقات العرض. بعد ذلك يعني نتناول في الفصل الخامس ما يسمى بالمرونة، وهذا مصطلح أساسي يعني من المبادئ التي إن شاء الله بعد نهاية يعني هذا المقرر ستستعملونها بشكل يعني دقيق. فالمرونة مصطلح دقيق جدا سنعرفه ونحدد عبره كيف يكون تفاعل الطلب وكيف يكون تفاعل العرض. ثم أيضا نتناول السياسة الحكومية، أن في أي اقتصاد سواء كان اقتصاد حر أو اقتصاد يعني يعتمد على يكون نقومة اقتصاد تتحكم فيه الدولة بشكل كبير، فهذه أنماط، لكن الحكومة تتدخل حتى في الاقتصاد الحر.
لماذا؟ لأن هناك يعني تشريعات، هناك قواعد لعب، هناك طرف محايد يجب أن يلجأ إليه، يعني تلجأ إليه قوى السوق حتى يكون هناك تحكيم لصالح المصلحة العامة كما سنرى. وهناك تدخل أيضا بالنسبة لسوق العمل، تحديد مثلا مستوى أدنى للأجور، وتحديد أيضا مستوى أعلى لبعض الرواتب، فهذا يدعو إلى تدخل الحكومة. لماذا؟ لأن لو تركنا السوق يتفاعل بشكل حر، ربما تكون أسعار أسعار العمل أو الأجور متدنية جدا، وربما تكون يعني خيالية وعالية بشكل كبير. أيضا نتناول في الفصل السابع نظرية الإنتاج، ندرس محددات الإنتاج بشكل معمق، ثم بعدها ندرس التكاليف. وكما ذكرت لكم الفصلين يعني مرتبطين. نحن عندما نريد مثلا أن نعظم من مستوى الإنتاج نسعى في نفس الوقت إلى تقليص التكاليف، أو عندما نريد تقليص التكاليف نحن نسعى إلى تعظيم مستوى الإنتاج. طبعا عندما درسنا الطلب والعرض في الفصل الرابع، التداخل والتفاعل المزدوج بين الاثنين يدعو إلى دراسة الأسواق، لأن السوق هو الذي يفرز لنا الأسعار، مدى قوى الطلب ومدى قوى العرض. هذه التداخلات وهذه التفاعلات هي التي تفرز لنا الأسعار. فلذلك سنتطرق إلى أصناف مبدئية للأسواق، ما يسمى سوق المنافسة التامة، وهذا سوق يعني مثالي، ثم ندرس سوق الاحتكار التام، ثم ندرس أيضا أسواق غير احتكارية وغير ذات تنافسية تامة، ثم في الفصل الأخير سنتناول كيف يعني يمكن أن نحدد أسعار عناصر الإنتاج التي تعمل في إطار العلبة السوداء للإنتاج. بالنسبة للتقييم هناك يعني صنفين، الاختبار يمكن نسميه جزئي ثم اختبار نهائي. الاختبار النهائي من 70 درجة على 100، ثم 30 درجة موزعة حسب يعني مثلا 10 درجات بالنسبة للمشاركة، ثم 10 درجات بالنسبة لمتابعة المحاضرة، و10 درجات للواجبات التي ستحدد يعني فيما بعد. بالنسبة للاتصال هناك رقم هاتف يعني جوال محدد، وهناك أيام وساعات محددة، يوم الأحد مثلا الساعة 9 إلى الساعة 10:30 يكون اتصال مثلا بمن يريد بعض الاستفسارات أو توضيح بعض ما جاء في المحاضرة تحديدا. ثم يوم الثلاثاء نفس الشيء من الساعة 9 إلى 10:30. وهناك أيضا وسيلة أخرى عن طريق الإيميل أو عن طريق الهاتف الأرضي كذلك.